تحية لكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة اليوم من ملف الأسبوع. اليوم سنتحدث عن أمور مختلفة، وأكيد رح تكون معنا اليوم وئام اجتقنا للأسبوع الماضي بطلطل، رح تكون بملفات جديدة ومتنوعة. ملفنا الرئيسي اليوم رح يكون عن توزيع مادة المازوت التدفئة وأيضا عن مادة البنزين. ليش عم نشوف هاي الاختناقات على بعض محطات الوقود، علما أنه الطلبات ما تغيرت، لسه المادة موجودة مثل ما هي. واليوم شكاوي أصحاب السيارات العمومية اللي إنا تقريبا 4 حلقات عم نحكي فيهم مع كل ضيف عم يجي لعنا بيكون له معني بهي القصة، سواء كان مع مدير التموين أو حتى مع رئيس فرع المرور. يوم لا حتى نحكيها مع الأستاذ سينام بهذا الخصوص، إنه ينتقلوا من غازية أو لكازية أخرى، وحتى اليوم ليش لحتى ما ينعطوا الحرية بتعبئة هاي المادة من أي غازية هم بيختاروها. يعني الازدحام عم يكون موجود وموجود على بعض محطات الوقود. اسمحوا لي بالبداية إلا أهلا وسهلا فيك يا وئام، اشتقنا لك. حبيبة قلبي منال، يسعد أوقاتك، وطبعا أنا اشتقت لكم، وتحية لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا طبعا بحلقة جديدة من ملف الأسبوع. دايما عم بيكون معنا قضايا أكيد بتهمكم، أكيد استفسارات وأسئلة، بنحاول دايما نوصل لحل أو لإجابة عليها. خلونا نحكي طبعا اليوم بملفين كتير هامين. أول ملف بيكون معنا الأستاذ عمار حيدر مدير الشركة العامة للطرق والجسور، اخترنا هذا الموضوع لحتى نحكي منال. يعني بختام العام دائما منشوف شو تنفذ من خطط، شو هي أهم المواقع أو المشاريع اللي تنفذت فيها خطط طرق والجسور، بالإضافة ل يعني بعض الأسئلة حول أهم الخطط الجديدة لعام 2021. أو عم خبروني بالكنترول، بداية رح نكون مع الأستاذ شادي دلالي، كمان معنا بمحور آخر الأستاذ شادي مدير السورية للتجارة، لحتى نحكي أيضا بمواضيع كتير هامة منال. يعني من بضع أسابيع تم تناول حديث الشارع حول موضوع قرض المليون ليرة، بدنا ناخد استفسار صريح من الأستاذ شادي دلالي حول هذا الموضوع، وأيضا 200,000 اللي ما عليها أي ضريبة. كتير أسئلة من الناس وردتنا عبر صفحتنا، وأيضا موضوع تسويق الحمضيات. أهلا وسهلا فيك أستاذ شادي. يسعد أوقاتكم، صباح الخير. يسعد أوقاتك. بداية أستاذ شادي، خلينا نبدأ بأول يعني استفسار حول موضوع تسويق الحمضيات، وضعه اليوم بالنسبة للسوق كيف عم بيكون؟ هلأ نحن عم يستمر فرع المؤسسة السورية للتجارة باللاذقية باستجرار مادة الحمضيات بكافة أشكالها وأصنافها، من الأخوة المزارعين إلى فروع المؤسسة بالمحافظات الأخرى، ليتم من خلالها طرحها في صالاتهم. هلأ عم الاستجرار تقريبا بشكل شبه يومي حسب حاجة كل فرع، حسب تنفيق البضائع عندهم بالصالات. عم نلاقي قبول من قبل الأخوة المواطنين في المحافظات الأخرى بطرح هي المادة بالصالات لكسر حلقات الوساطة التجارية. هلأ امبارح سيرنا قافلة من 10 سيارات كانت حمولتها 109 طنات لفرع سويدا، لقنيطرة، ريد دمشق، دمشق وحلب. طبعا نحن قلنا انه عندنا تقريبا بشكل شبه يومي، والاسبوع الماضي السبت الماضي كمان سيرنا 11 قافلة ب 11 سيارة محملة بمادة الحمضيات الفروع الأخرى بالمحافظة. نعم، هي بالنسبة لتسويق الحمضيات وموسم الحمضيات لهذا العام. أستاذ شادي، بالنسبة لموضوع قرض المليون ليرة، صار في لغط كتير يعني بين الناس واستفسارات وأسئلة حول كيفية الحصول وما هي شروط الحصول على هذا القرض، وخاصة في تعاقد مع طبعا بنك بيمو بهذا الخصوص. خلينا ناخذ تفاصيل أكثر حول إمكانية حصول المواطن اليوم على موضوع هذا القرض، وكيف يتم الحصول، هل هو قيمة مادية، هل هو يعني كيف يتم، ما هي الشروط، تفضل. هلا اليوم قرض نحن عندنا نوعين من القرض، قرض ال 200,000 للسجاد والمدافئ، هيدي من دون اي فوائد، بكفي الموظف يجيب لنا بيان براد مع صوره عن هويته وتعهد من المحاسبه انه بسداد الاقساط. هي عم يحصل قيمه 200,000 مقسطه 12 شهر من دون اي فوائد. بضل عندنا قرض المليون ليره، اذا قرض المليون ليره في موظف من بنك بيمو موجود ضمن مجمع أفاميا، بحق للموظف ياخذ بيان براتبه وصوره عن هويته، ياخذ سقف القرض مليون ليره مع فوائد 8% تتجزا لمده 3 سنين، او حسب المواطن انه قد ايه بده يتجزا على 3 سنين او ل5 سنوات. هلا هذا نحن متعاقدين بامكانه شراء بقيمه سقف القرض مليون ليره حسب راتب المواطن. في بعض المواطنين ما يجوا مثلا ما يكون مسحوب على راتب ما بتعطي الكميه كلياتها، لانه هن في عندهم شروط انه ما لازم يسموا اكثر من 40% من الراتب.
نعم، من خلال طبعا البنك بيمو التعاقد معه والحصول على يعني بقيمة خلينا نقول بما يناسب راتبه، ومن خلال الحصول على بعض الأغراض ربما من مجمع أفاميا أو من المجمعات بشكل تماما. عام. نعم، القرض مليون ليرة تماما. نعم أستاذ، يعني بالنسبة لنهاية العام وبعد تنفيذ مجموعة من خلينا نقول الخطط والبرامج الخاصة بالسورية للتجارة، يعني ل 2021 هل هناك بعض الخطط الجديدة اللي واضعينها بالحسبان يعني بختام العام؟ اليوم نحن عم نحاول نتوسع بكافة الأصناف، عم نحاول نستقطب كافة الأصناف المتطلبة وخاصة المواد الأساسية لحياة المواطن. هلا عم نزيد عدد مراكز ومناطق الصلاة والبيع في المحافظة، وبضمن المحافظة ضمن الريف عم نحاول يكون معظم مراكزنا عبارة عن صالات ضخمة بتضم كافة الأصناف والأنواع، سواء مواد غذائية أو مواد تحويلية أو كهربائية. يعني عم نحاول أن نعتمد اليوم على الصالات النموذجية، يعني نعم، وخاصة في ظل ارتفاع الأسعار أستاذ شادي. تماما، وعم نلاقي إقبال كبير من الأخوة المواطنين نتيجة هذه الثقة المتزايدة بين مواطن وصالة المؤسسة. نعم، بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية وسلامتك، يعني حاسين هيك صوتك شوي تعبان، عليك العافية وشكرا لتواصلك. يعطيك ألف عافية، شكرا لك أستاذ. يعطيك العافية. يعني منال، كانت مختلف الاستفسارات والأسئلة من الناس حول موضوع فعلا قرض المليون ليرة. كان في بعض المداخلات، يعني أنه القرض كيف بيتم الحصول عليه، هل هو قيمة مادية، هل هو قيمة أغراض، سقف الراتب، كتير يعني صار يعني كان في أمل يعني عند الناس، في لغات كتير بالنسبة للناس، حتى يعني اليوم فكرت أنه أي حدا بيروح اليوم بيقدر ياخد مليون ليرة بغراض. وبتعرف أنت اليوم يعني مليون ليرة تعمل شيء بالبيت، بس للأسف هو طلع أنه في أمور أخرى، يعني في بزن راتب سوري إلا عليه يا قرض يا مكافي الحدا، يا اليوم القروض صارت وسيلة للناس للمعيشة. لهيك هذا الموضوع كتير صار صعب مع بنك بيمو، أنه حتى اليوم أنت إذا قدرت تأخذ بيان راتب أنك أنت ما كنت يكون مكتوب عليه ولا أي قرض أو أي شيء، أنت اليوم بالبنك المركزي رح نعرف هذا الشيء، لأنه في مخاطبة بين بنك بيمو وشعبة المخاطر في البنك المركزي، هذا الشيء بيكشف أي شيء، لا تكون الناس على اليوم توعي على بين بهذا الموضوع، يعني صحيح حتى يعرفوا تماما شو قادرين يحصلوا عليه. اكيد موضوعي الثاني واتصالي الثاني مثل ما ذكرت مع الاستاذ عمار طبعا، لحتى نحكي عن موضوع الطرق والجسور والخطط التي نفذت، وهو موضوع كثير هام وخاصه في هذه الظروف. نعم، اليوم نحن بحاجه لكل خطه جديده ربما، او لكل خلينا نقول تسويه يعني بما يخص. كنا معهم يعني اليوم ويام، يعني كنا معهم على فترة يعني خلال السنة كاملة ببعض المشاريع اللي هي فعلا كانت حيوية جدا، وخاصة انه نحن اليوم شفنا كمية تسفيت او اليوم لمقاطع طولية كتير طويلة ضمن المدينة، يعني هذا الموضوع كان يعني كتير مهم. صحيح، نعم. رح نكون بهذا الاتصال مع الأستاذ عمار مدير الشركة العامة للطرق والجسور. يسعد اوقاتك أستاذ. أهلين، يسعد اوقاتكم. يا هلا، اهلا وسهلا فيك. يعني كنا عم نحكي يا استاذ يعني بعض الخطط التي نفذت كانت من الخطط الهامه الخاصه بالطرق والجسور، خلينا نوقف عند ابرزها واهمها بما يخص هذا الموضوع، وايضا الخطط القادمه لعام 2021. تفضل. كانت نسبه الانجاز حاليا نحن في عام 2020 حوالي 120% من الخطط العام كامل، يعني حاليا احنا انهينا الخطط العام وزياده 20% من الخطه المقرره كانت لعام 2020. رغم كانت من الصعوبات وقلة نظرة المشاريع، لأنه استطعنا نحقق خطة الحمد لله، وبرضا جميع الجهات صاحبة المشاريع بتنفيذ جيد وبإنهاء ضمن المدد العقدي وأقل أيضا. من أبرز المشاريع التي نفذت وكانت من الأهمية هو مشروع تدعيم خزان تسمين بالأوتاد. الحمد لله اليوم كمان انهينا صف الاوتاد بالقسم الانحدار الخطر، ونحن ننتقل للقسم البسيط، يعني ايام ان شاء الله تكون المشروع نفذ بالكامل. كان ايضا من المشاريع المميزه مشاريع المواصلات الطرقيه اللي هي طريق صنفي، طريق الاستاذ لاصقي طرقوس، بنيات القديم، طريق كساب، كله الحمد لله تمت عمليات صيانه بشكل جيد. مشاريع الجديده المتوقعه خلال العام القادم هي مشاريع مع المواصلات الطرقيه في حوالي عفوت في حوالي
مليار ونص حاليا وقع مع المواصلات الطرقيه لعام 2021، وبانتظار اي عقود جديده لعام 2021 من الخدمات الفنيه او البلديات. نعم. لتنفيذها. يعني بما يخص هذا العام 2020 تم تنفيذ كل الخطط التي كانت موضوعه وتم انهائها، يعني ما في مد ل 2021، في شيء جديد دائما ومتابعه دائمه من الشركه عندكم. بدنا نقول لك الله يعطيك الف عافيه يا استاذ، شكرا لمداخلتك عبر الهاتف. شكرا لك. يعني منال ايضا من المواضيع الهامه اللي كنا بدنا نطرحها، كان بدنا ناخذ اتصال هاتفي مع الاستاذ احمد قناديل رئيس مجلس مدينه جبله لحتى نتواصل معه حول موضوع الاستثمارات التي نفذت او تنفذ لهذا العام والعام الجديد، وايضا بما يخص الناحيه الصحيه وهي الشروط الموضوعه حول موضوع المقابر، يعني الله يبعد عن الجميع، حول مرضى كورونا وكيف يتم عمليه الدفن في المقابر. رح نكون طبعا بتوسع حول هذا الموضوع ان شاء الله باتصال اخر. بنقول له سلامة قلبك معافى للاستاذ احمد. هي كانت اتصالاتي لليوم. اتصالاتك كثير اليوم شيقه ويام، بس انا اكثر شيء بحب نواه ونرجع على سوريا للتجاره. يعني نحن اليوم بس بدي اعتذر انا على الهواء من الاستاذ اسف بركات اللي هو كان لازم يكون معنا بالاتصال، بس نحن اليوم كان الاستاذ شادي مشغول وباخر لحظه نحن تواصلنا مع الاستاذ شادي لحتى هو يجاوبنا على كل هاي التفاصيل. بس اكيد انا ان شاء الله يعني بحلقات قادمه انا بتمنى فعلا انه نضوي بحلقه خاصه فقط على مجمع افاميا، وانه يكون معنا الاستاذ شادي بالاضافه للاستاذ اسف لحتى نحكي كل هاي التفاصيل والناس اكثر شو فيها تحصل. بتعرفي انت مجمع افاميا هو يعني يعتبر صحيح. في مدينه اللاذقيه يعني. مأوى الجميع بالنسبة لسوريا التجارة. أكيد منال، مواضيع خدمية متعددة الناس بحاجة ليوصلوا لحل أو استفسار من خلال برنامجنا. دائما ندعوكم للتواصل معنا عبر صفحتنا أو عبر الهاتف لحتى نكون دائما عند كل استفسار وإجابة لكل سؤال بهمكم. أنا فقرتي خلصت، بدي ودعكم وأترككم طبعا مع منال وضيفة، وأكيد موضوع مهم وشيق معك منال. شكرا لك ويام، أكيد نشوفك الأسبوع القادم بملفات جديدة. رح نكون مع ضيفي مع الأستاذ سينام بدور مدير المحروقات في محافظة اللاذقية لحتى نحكي عن الموضوع اللي حكينا فيه ببداية حلقتنا، أكيد بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا لنكون ببداية فقرتي أنا معكم ببرنامج ملف الأسبوع لليوم، ومثل ما حكينا رح يكون معنا الأستاذ سينان بدور. أهلا وسهلا فيك أستاذ سينان. سعد صباحكم وأوقاتكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ سينان. اليوم كثر الحديث عن مازوت التدفئة، عن البنزين، عن الغاز، عن كل ما له علاقة بموضوع المحروقات، وخاصة تعرف أنت اليوم هلأ أنتوا بلشتوا توزيع مادة مازوت التدفئة وبلشتوا من الريف، وهي كانت توجيه أنه نحن بنبلش من المناطق الباردة. وصلنا لعند المدينة خفت الكمية، ما عاد في الكمية اللي هي ممكن تتوزع على كل الناس. نحكي عن المازوت، شو عندكم كمحروقات؟ تفضل. أول شيء سعد أوقاتكم وأوقات السادة المشاهدين، متشكركم.
بما يخص مازوت التدفئة، نحن باشرنا بتوزيع مازوت التدفئة بتاريخ 1/9 من العام الحالي. طبعا نحن بشهر الثامن كنا ب 15/8 كنا مخلصين توزيع مازوت التدفئة الخاص بالموسم الماضي، يعني احنا بشهر الثامن وشهر السابع والشهر السادس كنا عم نوزع مازوت التدفئة، لأنه وقفنا بايام الكورونا اذا بتتذكري ايام الحظر. بما يخص الموسم الحالي ب 1/9 بلشنا بالاماكن والمناطق الاكثر برودة وبالارياف البعيدة، بريف جبلة، ارياف القرداحة والمنطقة وارياف الحفة، بالدالية، قرن حلية، متوار الى اخره، ب 200 لتر لكل بطاقة. طبعا بوقتها كانت الكميات بصراحة محدودة، يعني ما كانت الكميات كبيرة، الكميات المتوفرة بين ايدينا المخصصة للتدفئة لمحافظة لازقية مثل اي محافظات، مثل ما بيعرف الجميع نحن وعبر ما بنكون قناة اوغاريت عبر حضرتك، يعني نحن بنوجه اعتذارنا للاخوة المستمعين والمواطنين، لانه الكميات بصراحة ما كانت يعني على قدر الطلب، يعني الطلب كان كبير جدا جدا ولا يوازي الكميات الموجودة. من 1/9 حتى الآن نحن موزعين حوالي 10,800,000 غير الريف؟ مع الريف، من 1/9 حتى الآن 10,800,000 باشرنا بالمناطق مثل ما قلت لك الأكثر برودة والأرياف البعيدة. للأسف بعد ما صار عندنا موجة الحرائق واللي صارت بالأرياف تم التوجيه أن المازوت التدفئة المخصص للمحافظة ينعطى للقرى المتضررة الحرائق، فنحن رجعنا باشرنا القرى المتضررة الحرائق توازيا مع القرى البعيدة. حتى الآن نعم. موزعين كان نسبة بطاقات بموجودة المحافظة حوالي 75,000 بطاقة زكية في المحافظة، 75,000 بطاقة تعني 75,000 عائلة. طبعا هالحديث من 1/9 حتى الآن. هلا نحن مستمرين بالتوزيع بالأرياف، قريبا في عنا زيادات الكميات إن شاء الله، موعدين في زيادة الكميات، بس يكون في عنا زيادة الكميات راح نباشر بالمدن، مدينة جبلة، مدينة اللاذقية ببرنامج يعلن عنه. طيب نحن اليوم لحتى تجينا هاي الزيادة بالكميات، أنت قلت رح نكفي بالريف، طيب نحن ليش ما نقسمهم بالنص ما بين الريف والمدينة، يعني حتى الناس بالمدينة شو وضع؟ طيب هلا بصراحة يعني قرار لجنة محروقات أنه كان في الأولوية للريف، يعني بتعرفي أنت حتى الآن يعني بس توزع كمية منيحة بالريف، يعني المناطق الأشد برودة أنا برأيي أنه توزع فيها منيح، يعني أنت بدك تاخذ على المحيط الريف كلياته أستاذ هلا سينان. مشان حطك بصورة، يعني يعني كان قرار لجنة محروقات أنه الريف أهم، بمعنى انه الريف يعني درجات حراره متدنيه اكثر من المدينه، واذا لاحظتوا الحمد لله المدينه كان لها هسه الجو يعني ما هجم البرد مثل ما بيقولوا، هجم هي كان بالريف من زمان العالم عم تشغل المدافئ والصوبيات الى اخره، فكان توجه لجنه محروقات قرار لجنه محروقات انه نحن نوزع هالمازوت على قلته نوزعه بالاماكن المتضرره الحرائق وبالارياف البعيده. هلا نحن قريبا نحن في عندنا اجتماع باول الشهر، يعني اليوم نحن أول شهر عنا اجتماع لجنة محروقات، في عنا بدنا نعرض موضوع أنه نباشر إن شاء الله بالمدينة، أكيد راح نباشر المدينة، وخصوصا أنه إحنا وصلنا لنسبة منيحة من التوزيع بالريف المدينة، وأنا جايب لكم معي نسب التوزيع والأرقام والقرى اللي وزعنا فيها. طبعا بالإضافة للتوزيع بالريف نحن باشرنا من حوالي 15 يوم بالمدينة جبلة ومدينة اللاذقية لذوي الشهداء وجرحى الجيش، تقريبا موزعين لهلا شي 200 وشي 200 بين 200 و200 هون عملت بشكل كتير كبير يا استاذ سنان، يعني كان يفوت السهريج انه يعبي لذوي الشهداء او للجرحى بمنطقه معينه مثلا، يفوت على اول حاره يعبي للموجودين فيها ويترك المساكن الثانيه يعني بنفس الحاره، مثلا بدك تاخذ مشروع بيه، بدك تاخذ توسع مسرخه، بدك تاخذ الازهري، يعني يفوت على شارع يوزع فيه لذوي الشهداء والجرحى ويحمل حاله ويمشي، يعني ما يكفي على الحي كله. السبب توجيهات من عندكم انه هاي الكميه المخصصه؟ لا لا لا، هلا نحن نحن فقط دور فرع سادكو هو تخصيص الكميه، حجز الكميه، بمعنى انه نحن في القوائم كانت تجينا من مكتب الشهداء الموجود بالمحافظه والمخاتير، في كان في يمكن اذا انتبهتي من حوالي 15 يوم في منشور من المكتب الصحفي حط رقم هاتف نعم مشان تواصل معه بمكتب الشهداء، اي زوي شهيد او عائله شهيد او جرحى الجيش بيتصلوا على الرقم بيسجلوا اسمه والعنوان، بس يكون مثلا بس يكون في مجموعه معينه تكتمل اسماء جدوله بمنطقه معينه الدعتور او حي الثوره او نحن بنرسل الكميات على عدد الاسماء اللي بتجينا،
فبجوز مثلا في ناس ما كانت مسجله اسمها، فتواليا راح يتوزع للكل. مع احترامي لكل الصفحات اللي ممكن تكون متواجده، ولكن اليوم لا يؤخذ مقياس اي صفحه موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لو كانت رسميه لتوزيع ماده مهمه مثل هيدي الماده، وخاصه لذوي الشهداء وجرح الجيش، يعني نحن بنعرف في اغلبيتهم ما معهم الموبايلات الحديثه لحتى يهنون تواصلوا مع مواقع التواصل الاجتماعي، او لحتى فعلا يكون في عندهم هاي الاولويه لحتى يبعثوا لهم رساله انه نحن موجودين هون لحتى نذكر اسمهم بهي الجداول. انا بتوقع اليوم مثل ما حكيت استاذ سنان هو الاحسن انه في مكتب شهداء يتواصل مكتب الصحفي مع مكتب الشهداء لحتى يجيب هاي الجداول. مو معقول انا اليوم اذا عندي شهيد او عندي جريح لازم ابعث لكم رساله لحتى تعرفوا انا وين موجود لتبعثوا لي مازوت. هذا الكلام ابدا يعني انا برايي اليوم كاعلاميه ما هو منطقي. هلا في توجيه او في يعني كمان في المخاطير هلا عم يسجلوا اسماء، يعني كمان مخاطير في تعاون معه، نحن بكل حي في المختار يسجلوا اسمه عنده، نحن المختار عم يوافينا كمان بجداول الاسم والعنوان نحن نبعث صارش فورا. نحن في احياء تقريبا خالصين من مثل الدعتور، كل ذوي الشهداء وجرحى الجيش تقريبا خالصين منها. مثلا الدعتور عم يتم التواصل معكم لانه في المختار نشيط يعني لحد ما بده المختار تقريبا الدعتور خالصين. هلا حي البعث كمان تقريبا خالصين، بصليبه بعثنا هلا كميات للشارع الجمهوريه، يعني تواليا عم نبعث لكل المناطق، كمان مدينه جبلي عن طريق المخاطير. يعني انا اليوم ما رح انسى بعد البوستات ادهم جبيلي اللي قال انه فعلا فاتوا على توسع دم صرخه، وزعوا باول حاره ونص الحارات الثانيه ما وزعوا فيها، علما انه فيها الاربع فيهم شهداء. من بعد اذنك هي بس حتى ملاحظه عندك لو سمحت استاذ سنان. هلا في ريم صالح عم تقلي بس لو نعرف قالوا متين توسع دم صرخه الجميزي ادهم جبيلي، بس لو نعرف قالوا 200 لتر بعد 100 لتر بعد قالوا القرار بيشمل محافظات معينه يلي ما عندها كميه كبيره من التوزيع، صح استاذ سنان؟ في محافظات تانية عطوها 200 ونحن لا بالعكس، نحن اكثر محافظه وزعت على 200 لتر، ولكن للاسف يعني نحن عم نحكي ضمن محدوديه الكميات الموجوده بين ايدينا المخصصه للتدفئه، اضطرينا ناخذ قرار بجهه محروقات انه 100 لتر مشان ياخذوا اكبر قدر ممكن من العائلات. طيب. طبعا مع احتفاظ هذه العائلات اللي عم تاخذ 100 لتر بالدفعه الثانيه، كمان بالدفعه الثانيه 100 لتر ثانيه بعد راس السنه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. طيب نحن اليوم في ساره يعني على الفيس عم تقول حاج شويه، عم تقول 40% واللي اخذ 300% شو هاد؟ يعني بنتمنى بس يا ساره انه ما يكون الحكي جزاف، انت بعثي لنا تفاصيل اكثر، هي قصدها على سوريا للتجاره، بنتمنى تبعثي لنا تفاصيل. واكيد استاذ شادي والاستاذ احمد نجم ما بيرضوا بالقصص اللي عم بتصير. بيقول لك ابو جميل انه رح نموت من البرد بالمدينه، شو صار بالمازوت؟ هي اللي عم يحكي الاستاذ سنان انه مجرد ما اتامل رح يكون في ان شاء الله يعني 100 متر هلا توزعوا 100 لتر ثانيه. طيب بالنسبه لمدينه جبله كثير صار في عندكم، يعني عن جد الله يعينكم باللي صار بمدينه جبله، والى الان لم توزع الكميه الى كل الاهالي في مدينه جبله. اليوم في مخصصات لجبله حاليا ولا لا؟ قلت لك هلا نحن بالمدينه جبله ومدينه اللاذقيه هسه ما باشرنا فيها توزيع، قريبا سوف يباشر التوزيع فيها، وخصوصا بعد ما حقق نسمه كبيره بالريف، فقريبا احنا باول شهر عندنا اجتماع لجنه محروقات ان شاء الله رح يدرس الموضوع، رح يكون في توزيع يعني مباشر توزيع بالمدينه. فينا نقول من هلا لاول شهر نكون خالصين من الريف؟ ان شاء الله هلا رح نكون خالصين بالمية بالمية اكيد لا، لاني نحن يعني اذا بعطيكم يعني الى 70% اذا بعطيكم الرقم هو 336 الف بطاقه عائليه موجوده في اللاذقيه، يعني نحن اذا بدك توزعي 336 الف 100 لتر فانت بدك 333 و600 الف 33 مليون لتر مازوت حد ادنى لحتى تقدر توزع. هي اذا حكيتي على 100 لتر، فما بالك نحن وزعنا تقريبا حوالي اكثر من شهر ونص على 200 لتر، نحن من حوالي من واحد الشهر من اول شهر لحتى بلشنا نوزع 100 لتر. فانت 336 الف بطاقه اعتقد بدهم اعداد كميات مستحيله لحتى نغطي كل العدد البطاقات. طيب. مع ذلك نحن بالريف تقريبا يعني حققنا نسبه مقبوله، فينا نقول حتى الان مستمرين بالتوزيع بالريف، قريبا جدا من هلا لاول شهر سوف بدنا نباشر بالمدينه ان شاء الله. نحن بنتامل ان شاء الله، نحن يعني كمان ما بيخفى على المواطنين وعلى الاخوه المشاهدين وحضراتكم صعوبه تامين الكميات، يعني نحن الكميات اللي بين ايدينا ما ليست كافيه لكافه القطاعات، نحن عم نعاني نحن بمواد توزيع ماده المازوت. بس نحن نزلنا من الريف اللي شديد البروده وصلنا على الريف، نقول يعني ما كثير بيبعد عن المدينه، عندك كرسانه، هلا في احدهم ابو بتول عم بيقول لي بتمرخوا يعني ليش البطاقة الذكية، ليش الغاز عليها والسكر والرز، ليش المازوت معنا عليها؟ يعني انه في فكرة انه يتحول المازوت على البطاقة الذكية وتنبعت رسالة ويتعبى للشخص. لجنة يعني المحروقات اقترحت على وزارة النفط مشان يتفعل هذا الموضوع، يتفعل هالموضوع، ولكن هذا الموضوع يدرس وزارة النفط على مستوى الوزارة ككل على مستوى البلد بشكل عام، على مستوى البلد، وقريبا اعتقد انه في دراسة الموضوع جدية
يعني بس بتدرس الآلية، لأنه المازوت يختلف عن السكر والرز والغاز، بمعنى أنه أنت وقت تجيك رسالة غاز أو سكر أو رز أنت بتروحي على المركز لتستلمي، أما المازوت موجود بمحطة أو موجود بمركز، صعب أنك كل العالم تتوجه لمحطة لحتى تأخذ مازوت. فعم الموضوع يدرس كآلية لحتى توفير هالمادة هي للمواطن. طيب اليوم فادي سلهب عم بيقول لك بعد إذنك أتمنى بس نعرف قرية البصة قامت لجرحى لجرح الجيش وزوي الشهداء. هلا بس اذا في تواصل هلا بس يوافينا المختار بالقوائم نحن جاهزين نبعث للبصه فورا. يعني موضوع عن مختار البصه هلا انا بس وصل المكتب كما بتواصل مع المسؤول عن الموضوع وبتابع الموضوع لزوي الشهداء والجرحى. طبعا عن مختار البصه لان البصه هي تابعه جغرافيا للمدينه. لا تعتبر طوق البلد يعني. لا لا للمدينه يعني مثل اي حي بالمدينه. صار ست مرخو ولا حدا اخذ قطره. ست مرخو لسه ما دخلنا له تماما. في خطة امتى ممكن تدخلوا له؟ هلا يعني نحن ست مرخو تابع على الريف الشمالي لمنطقة اللاذقية. قريبا نحن بدنا ندخل، نحن كنا مباشرين بالمناطق الباردة مثل كسب والمناطق المتضررة الحرائق البسيطة ومشخيطة وبلوران وزغرين العيساوية قرف اللاحة الشبصلية. فقريبا لازم خلال هل من هلا ل 10 ايام لازم يكون داخلين بهالمناطق كلها لاني تقريبا خالصين بالقرى اللي ذكرت لك اياها. حلو كثير. طيب اليوم استاذ سنان هي بالنسبه لمعزوت التدفئه، بدنا نرجع بنقول انه مجرد اجتماع لجنه المحروقات وتحويل هي الماده للاذقيه ولمدينه الاذقيه ومدينه جبلة ان شاء الله ممكن ان شاء الله رح نكون نشوف بقى ماده المازوت متوفره بشكل كبير ضمن المدن. طيب هلا اذا بدنا نحكي شوي عن البنزين، يعني فجاه شفنا السيارات والزحمه على محطات الوقود. شو السبب؟ علما انه الطلبيات ما خفت، يعني في نص نص بالريف بس انه عادي يعني دائما كانت توزع هيك. هلا مثل ما حكيتي تماما انت متابعه الموضوع النشر، احنا ما في اي تخفيض للكميات. نحن تفاجئنا بالشارع على فكره، هي الازدحام اللي صار ازدحام بكل محافظات القطر بنفس الوقت. طبعا كرأي شخصي يعني الموضوع صار نتيجة شائعة أنه ممكن يكون في توقف للمصفات لعمل المصفات، فبالتالي بده يصير في أزمة بنزين، وهذا الحكي غير دقيق أبدا أبدا. الكميات متوفرة ودليل ذلك أنه الكميات ما نزلت أبدا أبدا، متوفرة الكميات. 21 طلب عم يتوزع بالمحافظة، وبالعكس في طلب زيادة أكتار عم يحاطينه بالمنطقة الصناعية. قصد من الكلام أنه نحن ما صار في أي تخفيض للمادة. الشيء المستغرب بأنه يعني بأول شهر تفتح البطاقات، يعني كنا بواحد شهر واثنين وثلاثة شهر ما كان في ازدحام، فجأة خلال أربع خمس أيام الماضيين صار في ازدحام هائل على المحطة. أتوقع نتيجة شائعة أنه توقف عمل المصفات الناس. وكمان في شائعة طلعت كمان إذا لاحظت عليها مواقع التواصل أنه زيادة سعر البنزين صح. فكمان لعبت دور سلبي بالموضوع. بس أنا بعبر شاشتك وعبر حضرتك بطمن أخوة المشاهدين أنه الكميات متوفرة عم نوزع على كل المحطات. بجوز العالم فهمت النص الطلب اللي عملناه هو تخفيض كميات، هو الموضوع لا ما تخفيض كميات. نحن عملنا بوزارة نفط أخذنا قرار أنه مشان مثلا الريف بدل ما نحط بمنطقة بمحطة واحدة ممكن ينقسم هالطلب لمحطتين، أو على أوتوستراد بدل ما ينحط بمحطة واحدة ينقسم هالطلب لمحطتين، بمعنى إذا أنت بتجمعي عدد طلبات بتلاقيه واحد بس صح. ممكن الناس لعبت دور سلبي شافت نص طلب فهمت يعني الناس أنا بس شوف نص طلب صرت فورا بتشوف فلعب دور سلبي. أعتقد خلال الأيام القليلة القادمة بس ترجع الناس طلبيات كاملة. لا هلأ هون يعني نحن الـ 21 طلب موزع، إذا بتجمعيه ننصاص بيطلع معك 21 مزبوط. بس أنا بس سؤال أنه حتى نحن لو حطينا نص طلبية نفس الشيء بالعكس نحن عم نحقق نوزع المادة لأكبر منطقة جغرافية. لأنه ما عم نشوف ازدحام على هاي الكازين، لو عطيناها طلبية كاملة حرم عم يدل عند البنزين زاد. لا نحن نحطهم بكازين وخصوصا بالريف، وخصوصا بالريف يعني محطات المدينة عم نخصص له طلب كامل لأنه فيها طلب أكثر للمادة. أما بالريف وعلى أوتوسترادات يعني مثلا طريق اللاذقية كسب بدل ما أحط أنا بمحطة واحدة ممكن أنا أحط بمحطتين، بمنطقة مثل الحفة أو القرداحة أو ريف جبلة بدل ما أحط أنا بمحطة واحدة وتجمع الناس بمحطة نحن وزعنا لأكبر عدد من المحطات صح. ونفس عدد الطلبات بدل ما يكون 21 طلب صار عدد أقلام أكثر ولكن كمية نفسها. طيب اليوم هلا كل اللي عم يجينا هو عن المازوت استاذ سيمان، رح نحكي نحن مواضيع بدنا نناقشها ونرجع شوي للمازوت بس نجاوب على الناس لو سمحت. ابو هارون عم بيقول التربه تابعه لناحيه عين البيضاء ولا التر ما تم توزيعها بس للمصابين، امتى رح توزعوا لنا رح تخلص الشتويه؟ يعني هو حكى الاستاذ سنان باشرنا بعين البيضاء من حوالي يعني الايام القليله القادمه، حتى الان موزعين بالعين البيضاء 12192 لتر ومستمرين بالتوزيع. هذا بس لاهالي الشهداء لا 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 للقريه بشكل
القرية بشكل عام. حتى الآن هو بتربية طابعة على ناحية تماما. هلا نحن باشرنا بعين البيضاء، حتى الآن حتى اليوم موزعين في 12,000 لتر ومستمرين بالتوزيع. هسه ما خلصتوا هسه ما خلصنا يعني اليوم يا أبو هارون فيك تجاوبنا الأسبوع القادم بالحلقة القادمة إذا فعلا خلصوا وعطوكم ولا لا من بعد إذنك. فريد شهر اللي في مجال تسألي إمتى بدون يوزع ببرج السلام لأنه خلصت الشتوية؟ كمان نفس الشيء. هلا نحن بالشبطلية وزعنا فيها 35,000 لتر، مستمرين هلا قريبا رح نوزع نكفي بالشبطلية مع برج السلام، هن محافظات بعض. نعم يعني رح يكونوا مع بعض أكيد. فريد شهر اللي وابو هارون. فؤاد الحسن مدام عم يسرقوا لنا قطعوا لي 200 وعبوا لي 100، وين المنطقة لو سمحت يا أخ فؤاد؟ ويا ريت تبعت لي بس وين المنطقة بالضبط لحتى نحن نتواصل هون مع الأستاذ سامر السوسي، يعني الموضوع بتقد عنده معك أستاذ سينان. بلحظة كان لازم فورا يعني لأنه هو بيجي إشعار الرسالة فورا إنه شو على ما يبدو جايته الرسالة إنه 200 وعبوا له 100 فورا فورا فينه يشتكي وعلى في مندوب من مدير التجارة الداخلية والسائق معه الصهريج معه الجهاز تكامل فينه كان فورا يقدم شكوى ويتعالج الموضوع. طيب في الطيرة يعني كل القرى اللي عم تحكي عنها نحن صايرة هي قريبة من المدن يعني من الأول 10 أيام إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. ولو تكرم عينك يا أبو هارون نحن واجبنا بالأخير نجاوب على الجميع ونحكي مع الأستاذ سنان، هو جاي اليوم نحتاج جواب عن سكون يعني نحن بالفترة الماضية هو كان كتير مضغوط لكن نحن نتواصل معه عبر الهاتف، بس اليوم يعني مشكور عطانا من وقته لحتى يكون معنا على الهواء. أستاذ سنان طيب بالنسبة للبنزين هي حكينا فيها اليوم، أنا بقول إنه كل شيء عم يوقف على غازيت الشاطئ عم بيعبي، يعني أنت بتجي المسويات بتلاقي تقريباً نحن بالمساء عم نسكر ما بيكون ولا سيارة موجودة، بمعنى الكميات متوفرة حتى بمحطة شاطئ الإسكرتية عم يضل عنا مادة لتاني يوم الصبح، بمعنى القصد بالكلام إنه ما في نقص بالكميات. نحن من كل هالأربع خمس أيام اللي شفتي فيهم ازدحام كمحطة شاطئ ولا يوم إلا ضل عنا مادة لتاني يوم، بس بمعنى إنه صار في طلب على المادة وأكثر من المعتاد نتيجة أتوقع طبعا رأي شخصي إنه نتيجة شائعات غلاء الأسعار أو توقف العمل بالمصافي انه ممكن يكون في عنا في ممكن كازيت حيدره حتى عم يصير فيها حوريه عم يصير فيها، يعني مجرد ما اجى الصهريج على هاي الكازيات عم يكون فورا في ازدحام. تمام تمام. والمشكله انه الصهريج عم تتاخر لتجي، يعني اغلبيتها 2 ظهر لحتى عم تكون موجوده ما هلا تقريبا يعني الحد الاعلى هو لتنتين ظهر اللي كانوا عم يجوا. المشكله نحن عم يصير تاخير، يعني نحن الماده عم تجينا من بانياس مستودعات بانياس مستودعات بانياس في الاف الصهريج كل يوم عم تعبي، يعني عم نحاول قدر الامكان نكون بالتنسيق مع فرع طرطوس لحتى يكون في تامين الماده بشكل اسرع. هلا بدنا نحكي شوي عن الغاز، انتقلنا من البنزين لعن الغاز. الغاز شو قصته الغاز؟ هلا يعني الغاز نبلش من الاخر، يعني نسبيا فضل. خلال العشر ايام الماضيه تم تحسن الانتاج بشكل كبير جدا جدا جدا. نعم. وان شاء الله اذا استمرينا على الخطه الموجوده، طبعا كله مرهون بالكميات الوارده، يعني بالنهايه نحن انا كفرع سادكو بعمل غاز التابع لفرع محروقات اللاذقيه، الغاز اللي بيجينا نحن بننتجه. نحن دائما الموضوع الغاز يتعلق بالتوريدات بالنواقل اللي ممكن متعقد عليها اجت متأخرة او لم تأتي تأخرت فترة، بمعنى تأخر شوي زاد توقيت الرسالة. كان في توريدات كبيرة مثل هلأ الفترة الماضية كان في توريدات، الحمد لله كان كميات الغاز الواردة المحافظة مقبولة، زاد انتاجها بنسبة اكثر من 50%. إذا انتبهتوا صار في يعني اجت دفعات كبيرة الرسائل للناس، إذا ظل الوضع الحال نحن موعودين بكميات إن شاء الله تكون شتاء دافئ ما يخص الغاز. حلو. إن شاء الله. طيب اليوم في عالم بتقلك إنه أنا إلي 90 يوم ما وصلت صراحة هي قلت لك أنا بلشت بالأخير، أما إذا بدي بلش بالفترة الماضية صح نرجع نحن بنعتذر إخوان المواطنين، كان في قلة بالغاز، كان في يعني قلة إنتاج، هالقلة الإنتاج يعني في ناس وصلت للتسعين يوم. هلا 90 يوم ما بعتقد، لا أنا يعني ممكن قلك بين 60 و65 يوم. إيه تماماً، لأني إذا بدك تحسبي 336,000 بطاقة عائلية، بمعنى 336,000 أسطوانة بدك ب23 يوم. هذا الحكي هذه الأرقام يعني بتوصلك لحتى لازم يكون أنا إنتاجي باليوم أكثر من 15,000 أسطوانة لحتى 336,000 بطاقة عائلية تاخذ كل 23 يوم رساله. هذه الكميات غير متوفره كانت بالشهرين الماضيين نتيجه قله التوريدات وصعوبه وصول بنتيجه الحصار الظالم على بلدنا، فكانت النواقل المتعاقد عليها كان في صعوبه بالوصول للموانئ السوريه، بالتالي كان في نقص بالكميات المنتجه، يعني الكميات نحن اللي بين ايدينا هي نحن بننتجها. بانتج انا من اليوم 1000 اسطوانه بمعنى 1000 رساله بتوصل للاخوه المواطنين.
هلأ من حوالي 10 أيام صار الحمد لله في توريدات، زاد إنتاجنا. أعتقد إن شاء الله بالأيام القادمة بدها تحس الناس بسهولة الموضوع، والموضوع رح يكون إيجابي أكثر إن شاء الله. يعني الحمد لله إجت توريدات جديدة. أكيد أكيد، أنا قلت لك بالعشر أيام زاد إنتاجنا نسبيا أكثر من 50%. إن شاء الله يعني هيك العالم بس ترتاح شوي يعني. إن شاء الله. لا قلت لك أنا من إذا لاحظت مبارز المشاهدين إذا لاحظوا نسبة رسائل هالفترة كتير إجت تواليا أسرع من أيام الماضية. طيب هلا بنرجع شوي بس لموضوع المازوت التدفئة. مثل ما قلت لك نحن عم تجينا رسائل بالنسبة لهذا الموضوع، بس فريد شهر اللي عم بيقول لي انه توزع بالشبطلية دفعتين ومن يومين توزع بس بالبرج وصليب التركمان ولا مرة متوزع. هلا البرج وصليب التركمان تابعين بلدية الشبطلية؟ هيك عم بيقول لي. هلا بالشبطلية حتى الان موزع 35600 لتر حتى الان، مستمرين بالتوزيع يعني احنا دخلنا ما وقفتوا فيها؟ لا 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 مستمرين بالتوزيع. طيب فؤاد الحسن عم بعت لي انه هاي القصه صارت عنده ببساسين، تم التوزيع ببساسين، اخذوا قطعوا له 200 واخذ 100. هاي بتمنى بس من بعد اذنك فينا ناخذ رقمه هلا تحت الهواء، فينا بس بعت لنا رقمه عشان نعطي فورا للاستاذ ويعطينا التاريخ لو سمحتي. التاريخ والتاريخ اللي عبيت فيه يعني التاريخ اللي كانت فيه الرساله، واذا فيك تبعت لي صوره عن الرساله اذا بيكون احسن. صوره عن الرساله بعد اذنك. طيب اليوم استاذ سنان بس بدنا نحكي لسه اكثر. هلا انت قلت لي عن البطاقه الذكيه انه اليوم نحن بجوز ما نقدر نبعت على الكازيات. طيب في اريحيه لكم انتم بحيث انه ما تكون الصهاريج اللي موجوده بالريف، انه نحن بعض الكازيات اللي موجوده بالريف هي اللي تعبي لهي القرى، يعني اذا فيها مخصصات تدفئه وانتم عم تعبوا فيها وعم تعطوا بعدين للصهاريج. هاي الكازيات اللي فيها مخصصات للتدفئه في الناس يحصلوا من الكازيه نفسها على مادتهم اذا هنن بيوتهم ما بيوصل للصهاريج، صعب انه فعلا هو يطلع على عندهم على المنطقة. هلا في حال تطبيق موضوع الرسائل بما يخص مادة مازوت تدفئة ممكن في احتمالين، يا اما المواطن بحب ياخذ مادة من المحطة، او بمعنى اذا كانت محجوزة المادة يعني انا ما فيني احط مثلا 20,000 لتر بمحطة لمحطة بمنطقة فيها 100,000 نسمة، فانا ال 100,000 نسمة رح يكونوا كلياتهم بالمحطه لحتى ياخذوا هالماده، وهذا بيعمل اشكال للمحطه ولنا. اكيد انا ما رح ابعت كمان رسائل بنفس الوقت. تماما، فنحن الرسائل رح تكون باحتمالي، يا اما انا كمواطن بدي انحجزت كميتي بالمحطه بحب انا اروح على المحطه اخذها بنفسي، او اطلب من المحطه تبعت لي اياها بالصهريج الخاص بالمحطه. نعم. للعنوان اللي انا موجود فيه. طيب هي شغله. الشغله الثانيه بس انا عم بحكي عن هلا، يعني أنا اليوم كمواطن بيتي بعيد، بيتي مثلا ما خرج أنه يوصل الصهريج لعندي، بقدر أحصل على هاي الكمية من هلا قرار خاصة بالريف أنا عم بحكي أستاذ. هلا قرار لجنة محروقات العام القادم الماضي والعام الحالي لا، التوزيع عبر الصهريج بالأرياف بالريف يعني ما أي يعني هلا أنا ما في توزيع بالمحطة، ما في توزيع بالمحطة. هلا بالنهاية لأنه نحن في يعني بالنهاية في موضوع ممكن غافل عن أخو المواطنين أو ما منتبهين له، المحطة مخصصة للآليات وليس للأشخاص لحتى الناس تعبي بدونات. بعدين في موضوع عامل أمن أمن وسلامة بالمحطة، موضوع وجود الناس وتوزيع مادة المحروقات عبر البدونات بالمحطة ممكن يكون في عامل سلبي تجاه الموضوع الأمن وسلامة، اي لا سمح خطا ممكن يعمل مشكله. ايه هلا احنا ليش عم يسالوا انه في بعض الاماكن اللي هي الجبليه ما بيقدر يوصل للصهريج، كانوا عم بيعانوا فيها، وبتعرف انه احيانا بيمكن يكونوا كبار بالعمر ما عم يقدروا انه ينزلوا البيدونات لتحت لحتى يعبوا الماده، وخاصه اذا كان في خزان ما في بيدونات يعني انه يعبوا. بس عم يسالوا انه نحن فينا ناخذ نعبي من الكازية او لا. طيب هلا بس عم بيقول لك الاخ فريد استاذ نحن بلديه لحال برج وصليب، اللي معناتها ما ندخلها هلا قريبا اذا هي هي تابعه ما تابعه لبلديه شبطليه، يعني برج بلدية مستقلة قصده. طيب فيديو شو وضعه؟ فيديو هي من القرى القريبة من المدن يعني لسه ما اجاها الدور، بس نحن هلا بالنهاية بالمجمل مشان نجاوب كل الاخوة المواطنين نحن بدنا ندخل لكل القرى. هلا صح ممكن تأخرنا بس نحن مرهونين بالكميات الموجودة بين ايدينا. صح صح. يعني نحن قولا واحدا اكيد هن حقهم يطالبوا، نحن عبر منبركم بنعتذر من كل اخوة المواطنين حكما كان في طلب للمادة اكثر من الموجود بين ايدينا، ولكن نحن بالكميات الموجودة ايدينا تواليا بدنا ندخل كل القرى والمدن. طيب انا بس بدي اقول لك اخ فؤاد انا بعرف انه بساسين بمدينة جبلة، بس لو سمحت تبعت لي بس صورة عن الرسالة، بعت لي على المسنجر طبعا اذا بتريد. طبعا مشان قريت فيديو انا انتبهت على البرنامج انه احنا داخل
البرنامج الداخل اللي عندي انا انه احنا هلا باشرنا فيها، حتى الان موزعين فيها 10,000 لتر ومستمرين. 10,000 لتر يعني هلا انتم موجودين تماماً فيها تماماً حاليا عم تستقبلوا؟ وزعنا 10,000 لتر ومستمرين بالتوزيع. اخ زياد نجار، يعني هلا فيديوهن بلشنا فيها من كم يوم حالياً. من كم يوم بلشنا فيها؟ يعني فيك تشوف وين استهرج او امتى تشوف المختار، امتى ممكن رئيس البلدية او رئيس البلدية حارتكم او امتى فيكم تعبوا. بالنسبة للاخ فؤاد بس بتمنى تبعت لي صورة عن الرسالة بالإضافة لرقم الهاتف لحتى يتواصلوا معك بالنسبة للتعبير. نحن بنعرف أنه بساسين بمدينة جبلة. اليوم كان في فكرة لحتى تكون في محطة محروقات غير كازيت الشاطئ تابعة لكم أستاذ سنان، تم التنسيق مع البلدية بالنسبة لهي القصة ولا لا؟ هلأ في تنسيق، تعرفي كان مرت فترة كان في فراغ بما يخص رئيس البلدية مجلس مدينة لازقية. هلأ بعد التعيين فينا نعمله زيارة لرئيس مجلس مدينة جديد، ووجهنا له كتاب هلا نحن مشان تعامل من الموضوع اللي خصصونا ان شاء الله. ان شاء الله يعني ان شاء الله بقى نحن نشوفها يعني اليوم. هلا كان في تعاون مسبق بالموضوع، لانه بتعرفي افتتحنا كازي بالمنطقة الصناعية. نعم، يعني كمان بتخدم خدمة جزء منيح من المنطقة الموجودة فيها، هي بالسوق الهاول والمنطقة الصناعية وطريق حلب القديم. وحتى خففت كثير اليوم المدينة. بالنسبة صح خففت الزحمة على المدينة. تمام. هلا بدنا نحكي عن السيارات العمومية، انا ما بعرف لأي درجة حضرتك لك علاقة بهذا الموضوع او اليوم كعضو ضمن لجنة المحروقات، وخاصة موضوع انه السيارات العمومية عم تطالب انه يا تبقى بكازيت حسون وتلغى الاكسبريسو او ما بعرف شو اسمها الكازيه بالضبط اذا صح هيك اكسبريس، واذا في مجال ثاني كمان انه ليش ما بينفتح قدامهم المجال لاكثر من كازيه، يعني ليش لا ليس لهم الحريه باختيار محطه الوقود التي يمكن ان يحصلوا فيها على ماده ال هلا قرار تخصيص 4 محطات لسيارات العمومه هي نتيجه الازدحام اللي صار بالمدينه. طيب خف الازدحام؟ خف الازدحام، بس كان قرار لجنه محروقات انه احنا نتريز بالموضوع ولحتى نفتح بعدين لكل الكازيات لكل السيارات العموميه. بس يعني شو هي الكازيات؟ كانت شحرور الحسون شحرور الإكسبريس. صار فيها ضبط تمويني فاضطرينا نحن نحط لأقرب محطتين حسون الإكسبريس مقابل بعض تقريبا. طيب في الجامعة ومحطة الجامعة ومحطة العادل، محطة الجامعة ومحطة العادل. طبعا احنا طبعا هو لعب دور سلبي بالموضوع، لأنه المحطات بالمدينة بأماكن مزدحمة، يعني أنت إذا بتذكري المحطات أسماءها هي بمناطق مزدحمة. صحيح. يعني كازيت عنتر على دوار الزراعة منطقة مزدحمة، ما فينك تحطي أنت سيارات عمومية مثلا دائما تصف غسان حورية أو محطة علي أو محطة حيدرة. طبعا في محطة راجح خدام كمان بسقوبين للمحطات العمومية مشان أذكرها. فأربع محطات الإكسبريس والحسون هي صارة مناصفة، منحط نص طلب هون نص طلب هون مشان يكفي يعني للجميع، يعني بمعنى 5 محطات أو 4 محطات، أحيانا 4 أحيانا 5 بمعدل 4 طلبات. 4 طلبات يعني 96,000 لتر تقريبا باليوم. إيه بس حرام يعني عم بيكون في ازدحام كتير شديد على كازيت حسون، ولكن يعني كتير صعب عليهم، يعني حتى تطلع على الجامع أنك تطلع أنت على كازيت الجامع وتصف برا البلد وترجع تفوت، يعني هنن عم بيعانوا من هاي القصة. يعني أنا عم بدي أقول لك اليوم كلام تماما. هلا هذا الموضوع كمان نحن نبحثه باجتماع لجنة محروقات القادم إن شاء الله. نحن إذا شفنا إن شاء الله الوضع أكيد من هلا لوقتها أكيد راح يكون وضع تحسن أكيد إن شاء الله، ممكن نأخذ قرار هلا بلجنة محروقات إنه يرجعوا يعبوا بكل المحطات إن شاء الله. إنه وين بيكون أقرب كازية لإلون فيهم يعبوا. أنا سجلت الملاحظة. أنا كثير بدي أشكرك أستاذ سنان، ونحن دائما معك عبر الهاتف لحتى نحكي عن كل عملكم، وخاصة بالنسبة لتوزيع مازوت التدفئة اللي هو صار الشغل الشاغل هلا للناس. بتعرف يعني الشتوية تقريبا رح تخلص، يعني رح نخلص من الشهر 12 نحن، ورح نفوت بالعام القادم ان شاء الله. أكيد. يا رب هيك يكون كله خير وسلامه لسوريا وعلى الجميع دائما، وينسينا ان شاء الله هيك شوي من 2020. شكرا كثير لك استاذ سنان، وكل عام وانتم بخير. شكرا لك. شكرا كثير. الشكر موصول لكم مشاهدينا من إسرة العمل في برنامج ملف الأسبوع. ألقاكم إن شاء الله الأحد القادم في حلقة جديدة وملف جديد ومواضيع جديدة. أنا ووئام، إلى اللقاء.